الجالية الفلسطينية، أو قبل أن ننتقل إلى الجالية الفلسطينية في الجزائر، لا بأس نتعرف كيف قضى الفلسطينيون في غزة أجواء العيد، عيد الأضحى. ويلتحق بنا مراسلنا من غزة شعيب يوسف. شعيب، مساء الخير. مساء الخير لزميلتي نسيبة ولجميع السادة المشاهدين ولزميلي العزيز بلال، كل عام وأنتم بألف خير. نعم شعيب، كيف كانت أجواء العيد في غزة؟ نعم زميلة النسيبة، نستطيع القول أن الأجواء في قطاع غزة مختلفة عن الكثير من بلدان العالم، أو مقارنة ببلدان العالم هي أجواء إيجابية. طبعا العالم يشهد إغلاق للعديد من مرافقه، لكن هنا في غزة الحياة شبه عادية وشبه مستقرة وطبيعية نتيجة الأعداد القليلة نعم. بالمصابين بفيروس كورونا، إذ لم تتجاوز الإصابات هنا حتى الآن 80 إصابة، وسجلت فقط حالة واحدة من الوفيات. طبعا هذا الأمر جعل الأجواء العيد هنا تسير على طبيعتها كالأعياد السابقة. طبعا أدى السكان هنا صلاة العيد في المساجد وفي الساحات العامة، طبعا متخذين إجراءات السلامة الوقائية بعدما دعتهم وزارة الصحة والجهات المختصة لمواجهة وباء كورونا. بالتأكيد زميلتي نسيبة، خطب الجمعة حملت رسائل سياسية على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم وعلى رفضهم لكل مشاريع تصفية قضيتهم. كذلك حملت الخطب أن الشعب الفلسطيني يحتفل بالعيد ويتحدى الظروف الصعبة والضاقة المالية بالرغم من كل هذه الأزمات، ويسعى طبعا جاهدا لإدخال السعادة والابتسامة بالرغم من كل ذلك. بعد صلاة الصلاة طبعا سيبة يتوجه المضحون لنحر أضحيتهم ويتم توزيعها على الأقارب والجيران والأسر المحتاجة من خلال زيارتهم وتقديم التهاني بمناسبة العيد. شعيب، ربما السؤال فيما يتعلق بتقاليد الفلسطينيين خلال عيد الأضحى المبارك، نخص بالذكر اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، ما هي تقاليد الفلسطينيين في هذا اليوم؟ في اليوم الثاني كما يعني اليوم الأول هي تقتصر على الزيارات، من زيارات للعائلات، من زيارات لأسر الشهداء، لبيوت الجرحى. طبعا يكون طعام الغداء هو الأكل الأساسي هنا في أيام العيد، وهي عادة عبارة عن أكلة الفتة، وهي المكونة من الأرز وشرائح من الخبز ويسمى بالصاج، وطبعا بجانبه يكون الدجاج المشوي معه. طبعا هناك زميلي بلال بعض العائلات لديها أيضا أكلاتها الخاصة في هذا العيد. أما بالنسبة للحلويات هي عادة تكون من الكعك والمعمول الذي يقدم مع القهوة للزائرين والمهنين. هذه هي أهم مظاهر يعني العيد في غزة. ولا ننسى أيضا أن الساحات والمنتزهات يعني طيلة أيام الشهر أو أيام العيد هي تعمل بشكل طبيعي، وتردادها العائلات. نلاحظ أن السكان هنا يصرون على الاحتفال بالرغم من كل الظروف الصعبة. نعم جميل جدا. طيب شعيب، هناك جمعيات جزائرية خيرية تكفلت بشراء أضاحي العيد للعائلات الغزوية، حدثنا عن هذه المبادرة التي كنت شاهدا عليها. بالتأكيد زميلتي نسيبة، أنا الآن متواجد يعني داخل بعض هذه المشاريع. أنا الآن أقوم بتغطية توزيع ونحر بعض الأضاحي التي تبرع بها الشعب الجزائري للأسر المحتاجة هنا في قطاع غزة. هو دعم جزائر متواصل وحاضر في كل المناسبات والأعياد، تم تقديم قبل الأضاحي تم تقديم كسوة العيد والمعايدات النقدية من قبل هذه الجمعيات للأسر الفقيرة والمحتاجة بدعم من الشعب الجزائري. لكن ذروة الدعم بمناسبة العيد كان يعني من هذه اللحظات، إذ تم تنفيذ مشاريع عديدة من نحر
الأضاحي التي تقدمها جمعية أم وسفاج الجزائرية تعمل هنا في قطاع غزة، مثل جمعية البركة الجزائرية والمبادرة الجزائرية وأيضا جمعية الأيادي البيضاء. نعم جميل جدا. نشاهد الآن نشاهد أنه يتم نحر يعني العشرات من العصير والأغنام وتوزيعها على فقراء غزة، لكن أود الإشارة أن كبرى هذه المشاريع هو مشروع جمعية البركة صاحبة الكمية الرمل الأضاحي، والتي يمتد عملها حتى نهاية أيام العيد، توزيع اللحوم الأضاحي على أضياف كثيرة من الشعب هنا. طبعا زملائي هذه المساعدات تلاقي الشكر والثناء من المواطنين، وتساهم أيضا في التخفيف من أعبائهم المعيشية الصعبة، ودائما يحملوننا هنا رسائل أن نشكر الشعب الجزائري وأن نصل برسائل الشكر والإحسان إلى الشعب الجزائري الذي يقدم يوميا الدعم والمناصرة في كل الأزمات وفي كل المناسبات. شكرا جزيلا لك شعب يوسف. شكرا. مراسل تلفزيون النهار بقطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف نسيبة.